تشهد أسعار المعادن النفيسة والعقود الآجلة للنفط تراجعات وسط استمرار تداول الغاز الأوروبي بأعلى مستوياته منذ آذار الماضي. نتابع. المعدن الأصفر الذهب يواصل انخفاضه للأسبوع الرابع على التوالي متأثرا بصعود الدولار الذي يقترب لأعلى مستوى له منذ 20 عاما، ما دفع المشترين للابتعاد عنه، حيث تراجعت أسعاره بنسبة 10% ليسجل نحو 1740 دولارا للأونصة، في حين انخفضت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 20% وسجلت 1739 دولارا و50 سنتا للأونصة. المعادن النفيسة الأخرى شهدت هبوطا بنسب مختلفة، حيث انخفضت أسعار الفضة بنسبة 20% لتصل إلى 19 دولارا و27 سنتا للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 1% مسجلا 887 دولارا و89 سنتا، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 2153 دولارا و50 سنتا. أما الذهب الأسود النفط فشهدت العقود الآجلة انخفاضات جديدة بعد انخفاضها الأسبوع الماضي وسط تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مقابل القلق المستمر بشأن نقص المعروض واستمرار فرض الصين قيود مكافحة كورونا التي تضر بنسبة الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% في بداية تعاملات اليوم لتصل إلى 106 دولارات، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1% مسجلة 103 دولارات و75 سنتا، في حين استمر تداول العقود الآجلة للغاز الأوروبي بالقرب من أعلى مستوياتها منذ آذار الماضي عند مستويات 171 يورو لكل ميجاوات ساعة، بفعل مخاوف انقطاع إمدادات الغاز الروسي مع بدء إغلاق الأنبوب الرئيسي الذي يمد أوروبا وألمانيا بالغاز الروسي نورد ستريم 1 لمدة 10 أيام لغايات الصيانة. انضم إلينا عبر السكايب الخبير في الأسواق الدولية الأستاذ خالد الربابعة، أهلا وسهلا بك معنا وكل عام وأنت بألف خير. أستاذ خالد، إلى ماذا تشير هذه الانخفاضات في أسعار المعادن؟ نعم، يعني بالنسبة لأسعار النفط تتداول الآن على تراجعات واضحة، وصلت نسبة الهبوط خلال تعاملات جلسة اليوم ومنذ انطلاق التعاملات الأسبوع الحالي بأكثر من 2%، ونلاحظ بأنه يوجد تقلبات واضحة بالنسبة لأسعار النفط تحديدا. السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى هذه التراجعات بعد أيضا تسجيلها خسائرا أسبوعية بنحو 4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هو السبب الرئيسي يعود بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ودخول الاقتصاد العالمي في ركود اقتصادي. يوجد عدة معطيات كثيرة تدل على أنه يوجد مؤشرات اقتصادية رئيسية لمعظم دول العالم تشكل تباطؤا واضحا، وذلك بفعل عدة معطيات أهمها ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم العالمية بفعل التي كانت تدعمها أيضا الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة، إضافة إلى توجه البنوك المركزية العالمية بقيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة، والذي من شأنه أن يرفع من تكاليف الاقتراض ويسحب السيولة من اقتصاديات دول العالم. نعم، يعني إلى أين سيقودنا هذا الانخفاض؟ ما الذي سيحدث تاليا؟ الآن يعني يوجد عدة مؤشرات، يوجد الآن مثلث مهم جدا يؤرق الاقتصاد العالمي ويرعب الاقتصاد العالمي تحديدا، هو الارتفاعات الكبيرة كما أشرنا في معدلات التضخم. ما زالت البنوك المركزية العالمية تتوجه لرفع معدلات الفائدة في محاولة لكبح مستويات التضخم. ما زالت اجتماعات كثيرة أيضا للفيدرالي الأمريكي حتى نهاية العام الحالي، وأيضا يوجد اجتماع مهم للفيدرالي الأمريكي الشهر الحالي أيضا، ومن المتوقع بأن يستمر الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة. يعني كما نعلم أن السيولة في ظل هذه الظروف والمؤشرات الاقتصادية المتباطئة ربما تفيد الأسواق وتفيد الاقتصاد بأنه الاقتصاد ما زال بحاجة إلى السيولة، لكن الآن البنوك المركزية العالمية توجه كل أنظارها وتستخدم أدواتها النقدية برفع معدلات الفائدة في محاولة لكبح مستويات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية. لاحظنا
القفزات الكبيرة والهائلة في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وموجة تضخم كبيرة أيضا قد ضربت منطقة اليورو وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وتجاوزها مستويات 8%. والآن في ظل هذه التوجهات من قبل التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية، يعني ربما ذلك سيشكل مزيدا من المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في ركود تضخمي أو ركود اقتصادي، وهو ما يدل عليه صراحة انعكاس في منحنى عوائد السندات الحكومية الأمريكية تحديدا بين أجال 10 سنوات وأجال 2. هذه الإشارة مهمة جدا، ما زال هذا المنحنى يحقق انعكاسا واضحا وربما ينذر بأزمة اقتصادية مقبلة ستتحدد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. نعم أستاذ خالد، يعني إذا كانت الإجراءات سوف تساعد إلى حد ما الدول الكبيرة واقتصادات الدول الكبيرة على الصمود إنجاز التعبير، ماذا سيحدث للاقتصادات الصغيرة في العالم؟ لا شك أن يعني هذه الأزمة إن حدثت والتباطؤ الاقتصادي أو الركود الاقتصادي ربما سيكون أثره متباينا على اقتصاديات دول العالم، ربما كما أشرت تعرض دول كثيرة وصغيرة لضربات اقتصادية ومالية هائلة إذا لم يكن هنالك لديها تحوطات كبيرة جدا، وهو الآن ما أشار إليه عدة مؤسسات مالية دولية من أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى وكالات تصنيف ائتمانية عديدة تحذر من هذا الموضوع. يوجد دول كثيرة عليها ديون كبيرة أيضا، فبالتالي مع تراجع الأنشطة يعني الاقتصادية أو كان هنالك انكماشا في نموها الاقتصادي ربما ستدخلها في دوامة عدم سداد الديون أو تعرضها لتعثر يعني عن السداد. هذا من أحد الجوانب الذي ربما سيضر بعض اقتصاديات دول العالم، ولكن بالمقابل نلاحظ أنه في هذه الفترة ما زالت الأسواق تنتظر مزيدا حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها وزن كبير ويعني أهمية كبيرة جدا في إيصال يعني الاقتصاد العالمي إلى هذا التحول السلبي الملفت الذي يشهده الاقتصاد العالمي في هذه الأيام، والذي كان لها دور مهم أيضا في رفع معدلات التضخم وتسارعه إلى مستويات ملفتة، مما أدى إلى تطرق البنوك المركزية العالمية لرفع معدلات الفائدة، والذي من شأنه مستقبلا أن يقود إلى حالة من التباطؤ الاقتصادي العالمي على مستوى دول العالم. هنا أستاذ خالد، يعني إذا كانت كل دول العالم تأثرت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ماذا عن الاقتصاد الروسي؟ الاقتصاد الروسي اليوم قبل لحظات قد صدرت يعني قراءة بالنسبة للحساب الجاري الروسي، قد سجل فائضا تجاريا لأول مرة على الإطلاق في تاريخ روسيا تحديدا، والبيانات الإحصائية الاقتصادية لروسيا ربما قد وصل الفائض التجاري الروسي وقد تجاوز مستويات 70 مليار دولار، هذا رقم كبير جدا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتي أدت إلى تشكيل ودخول فوائض مالية ضخمة لروسيا على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. فبالتالي الآن وعلى الرغم من ذلك يعني ربما أن تؤدي العقوبات الاقتصادية وغلق وفصل روسيا اقتصاديا عن العالم أن يضر الاقتصاد الروسي حتى نهاية العام الحالي بفعل تقييد حرية الحركة والنشاط الاقتصادي، ولكن مع هذه الفوائض التجارية التي حققتها روسيا خلال الشهور القليلة الماضية بفعل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط، ربما قد أسند نوعا ما الروبل الروسي مقابل الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات مقابل الدولار الأمريكي، ولكن بالمقابل الانغلاق الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الاقتصادية على روسيا ربما سيحد من حركتها اقتصاديا حتى نهاية العام الحالي ويعني في الفترة المقبلة، مما أيضا يشكل مزيدا من التباطؤ الاقتصادي، وهذا ما ظهر في تراجع البورصة
الروسية بفعل أيضا هبوط شركات أو أسهم شركات الطاقة وأسهم البنوك تحديدا داخل البورصة يعني الروسية. ولكن كمستوى وعند النظر إلى الفوائض وعند النظر إلى سعر صرف الروبل مقابل الدولار هذه معطيات إيجابية، ولكن بالمقابل الإغلاق الاقتصادي الذي حدث على روسيا من قبل الغرب تحديدا ربما سيبطئ من وتيرة نمو الاقتصاد الروسي حتى نهاية العام الحالي. هل لما حدث خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تأثير واضح على سريلانكا؟ وبالتأكيد أنت تتابع كل ما يجري هناك. نعم، يعني سريلانكا كانت تمر بأزمات اقتصادية يعني متواصلة من يعني والتي كان آخرها الأزمة التي ظهرت وصل يعني تراجع احتياطي الأجنبي في سريلانكا وقد هبط بأكثر من 99%. ذلك يعني بأن خزائن البنك المركزي السريلانكي من العملات الصعبة قد تبخر بشكل رئيسي، مما حد من قدرة سريلانكا من استيراد جزء كبير من وارداتها، فبالتالي ألقى بمزيدا من الضغوطات التضخمية كبيرة جدا، وربما قد قفزت مستويات التضخم في سريلانكا إلى مستويات كبيرة جدا وبأعلى من المعايير العالمية المعتمدة. لا. هذا أيضا شكل أزمة يعني أزمة اقتصاد واضحة وخنقت الاقتصاد السريلانكي، والتي أدت بالنهاية إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي داخل سريلانكا، فبالتالي هذا يعطي أيضا مؤشرات بتطرق الدول إلى الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية. كلما كان لدى الدول احتياطيات أجنبية من العملة الصعبة في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع وكل دولة تستطيع أن تؤمن من وارداتها بشكل عام وتحافظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي، ربما ستتفادى خلال المرحلة المقبلة التداعيات الاقتصادية المحتملة على يعني الاقتصاد العالمي. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد الربابعة الخبير في الأسواق الدولية على وجودك معنا اليوم. وزير الخارجية الصيني وانغ يي دول جنوب شرق آسيا إلى ضرورة تجنب استخدامها كقطع شطرنج من قبل القوى الكبرى، ذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. قال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية، وأضاف أنه ينبغي عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية والحذر من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى، مؤكدا أن مستقبل دول آسيان يجب أن يكون في أيديها. انضم إلينا أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون كميل ساري من باريس، أهلا وسهلا بك معنا سيد كميل. سوف أبدأ من آخر كلمة استخدمها وزير الخارجية الصيني، قال بأن مستقبل دول آسيان يجب أن يكون في أيديها، هل هذا هو الرد على البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عفوا؟ نعم نعم، أولا يجب أن نعلم أن هذا التكتل هو، وزرت كل هذه البلدان وشاهدت كيف تمر الأمور في التسعينات، هو من أفضل ومن أنجح يعني التكتلات. هذا التكتل هو يعني تجاوز الخلافات والصراعات السياسية وحتى التاريخية، لأن هناك كراهية بين الشعوب وعلى الحدود إلى آخره، ولكن بالرغم من ذلك هم ركزوا على الاقتصاد وعلى العلاقات الاقتصادية، وهذا نموذج جيد. ولكن الولايات المتحدة والصين يعني يودون بالفعل إخراج هذا التكتل من حياده ومن علاقات يعني مبنية على الاستثمارات القوية والازدهار الذي شهدته المنطقة، لكي يكون هناك انحياز لصالح هذا البلد أو ذاك. وكل هذا لماذا؟
لأن الصراع هو جد حاد بين الصين والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تخشى أن تصبح الصين أول بلد يعني من ناحية الناتج الإجمالي المحلي، من ناحية التفوق التكنولوجي. حاليا الولايات المتحدة عندها فائض في الميزان التجاري تجاه الصين في كل ما هو تكنولوجي وتكنولوجيا رفيعة، عكس البضائع الصين هي التي عندها تفوق. لذلك فالصين يعني اقترعت جميع الحدود من ناحية التفوق التكنولوجي مع هواوي، مع تيك توك، مع علي بابا، مع عديد من الشركات الكبرى. ونرى الصين التي كنت أعرفها في التسعينات، في بداية التسعينات، والآن لا يوجد هناك أي شبه. والولايات المتحدة تخشى ذلك، وتعرف أن الصين بالنسبة للولايات المتحدة وحسب كل يعني المسؤولين الأمريكيين في واشنطن كانوا ديمقراطيين أو جمهوريون، فهم يقولون أن العدو والذي هو يعني ربما سيحرج الولايات المتحدة وربما سيكون هناك تفوق لهذه لهذا البلد هو الصين وليس روسيا. روسيا أرادوا أن يزيلوا روسيا من المعادلة لكي لا تكون حليف للصين، ولكن الهدف هو الصين. وهذا منطقي، لا أقول أنا معهم الحق الولايات المتحدة في ذلك، أقول أفهم لماذا. لأن في نفس سنة زرت الصين وزرت الولايات المتحدة، الصين أصبحت مصدر كبير وكل الصناعات تحولت إلى الصين. لذلك الولايات المتحدة دكتور، بما أننا نتحدث عن فهم المواقف، صندوق النقد الدولي يدعو لتخفيف أعباء الديون، يدعو الصين ودول مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون، وهو المتهم الأول بأنه المتسبب في انهيار كثير من اقتصادات الدول. أنا شخصيا في عديد من المؤلفات كتبت حول حصيلة أو حوصلة السياسات المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي في كل البلدان. في كل البلدان كانت يعني السياسات التي تقترحها صندوق النقد الدولي بشدة، وربما وهي يعني تفرضها نعم، هي خصخصة الشركات، هي تخفيض سعر صرف العملة لتعزيز الصادرات، هي تراجع النفقات العمومية، تراجع يعني دعم المواد الأساسية، وهذا ينجم عليه مظاهرات وربما حتى مشاكل في اجتماعية في عديد من البلدان. ولكن كل هذه الاقتراحات وهذه الشروط، وربما يمكن أن نقول الدكتات التي تفرضه صندوق النقد الدولي، لم ينجح لحد الآن في كل الحالات. وستروسكان دومينيك ستروسكان الذي كان مدير عام اعترف آنذاك بأنهم يجب تغيير مسار سياسات صندوق النقد الدولي. لماذا؟ لأنها لم تعطي نفس جديد، وربما ساهمت في تراجع النمو الاقتصادي. وهذه إحصائيات يعني معروفة ودراسات من كبار يعني المختصين الأمريكيين بأنفسهم. يعني هناك عدة دراسات وتقول بأن السياسات المعتمدة من طرف والمفروضة من طرف صندوق النقد الدولي يعني كانت من أسباب تدهور النمو الاقتصادي والنمو في كل هذه البلدان. لذلك فكل البلدان تحاول أن تخلق صناديق النقد يعني جهوية. أوروبا حاولت إبان الأزمة، أزمة المديونية وأزمة كذلك اليونان، حاولت خلق صندوق خاص لكي تتفادى يعني تتفادى الشروط المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي.
ونحن نعلم أن في عديد من الدول هذا لم يعطي أي جدوى، والآسيويون يعني وتحديدا يعني هذه المنطقة هذا التكتل عرف أزمات بنكية في 1998 وعرف أزمات يعني نعم دكتور. والآن هناك أزمات، البعض يتحدث بأن هناك أزمات كبيرة قادمة على الاقتصاد الأوروبي. برأيك هل الحرب الأوكرانية ستستمر أكثر من ذلك إذا رأى الأوروبيون بأن اقتصادهم سيتأثر وهو الخاسر الأكبر من هذه المعادلة الأمريكية الروسية إنجاز التعبير؟ أنا منذ البداية كنت ضد العقوبات، ليس لأنني أساند الحرب، بالعكس يعني نحن مسالمين وضد هذه الحروب، الحروب التي كل كيفما كان نوعها وكيفما كان الزمان والمكان، ولكن هذه العقوبات يعني الخاسر الكبير فيها هو أوروبا، ونراه الآن وبدأت بعض الأصوات تقول أن الولايات المتحدة مكتفية عندها الغاز والنفط وهي مصدر ومنتج كبير لهذه المحروقات، وأوروبا عكس ذلك لا يمكن أن يعني تستغني على الغاز والنفط الروسيين. والآن هم قالوا نحن سنستغني على المحروقات التي تأتي من روسيا في نهاية السنة، ولكن استبقهم بوتين وهو يقول لهم أنا سأقطع عليكم الغاز، وإذا انقطع الغاز وحتى إذا هبط نمو يعني الاستيراد الغاز فعديد من الصناعات خصوصا في ألمانيا ستنقرض وستكون مشاكل ارتفاع مهول للوقود. حاليا فرنسا تنفق 50 مليار يورو لدعم الأسعار، أسعار الوقود، أسعار المواد الأولية، أسعار يعني ومحاربة التضخم، ولكن لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك. ما سؤال أخير وبشكل سريع دكتور، هل الممر البحري الذي تحدث عنه الرئيسين التركي والروسي سوف يحل جزء لا بأس به من الأزمة في أوروبا وفي العالم أيضا؟ هذا من الناحية النظرية صحيح، والكل يقول نحن مستعدين لفتح هذه يعني الممرات، والكل يقول أنه عنده يعني إرادة لتصدير الحبوب، ولكن في الواقع الأوكرانيين نشروا الألغام لأنهم يخشون هجوم روسي عبر البحار. روسيا تقول يجب على الأوكرانيين أن يعني يحذفوا كل هذه الألغام، ولكن الأوكرانيين لا يودون. نحن في حلقة مفرغة، لا أحد يود أن يتنازل والكل يخشى الكل، وبالرغم من مجهودات يعني تركيا فالحل هو جد صعب، ولكن هناك ربما في دين بوتين أو الزعماء الروس أنه خلق يعني تشنج وخلق أزمة غذائية تكون فيها ثورة عالمية في اضطرابات في العالم وتكف يعني وربما العالم يوقف هذه العقوبات. هذا رهان أن هذه العقوبات نعم. يمكن أن تنتهي. وصلت الفكرة دكتور. بتصعيد الأزمة في أوروبا وفي باقي العالم، لأن هناك حلول، ولكن لحد الآن الخاسر هم الدول المستوردة للحبوب بطبيعة الحال، إفريقيا، الدول العربية وبعض الدول الآسيوية كذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون كميل ساري، كنت معنا من باريس.